قام اليوم المدير العام النائب للشركة الوطنية للكهرباء حامد جمنو جمعة برفقة فنية الشركة، قاموا بحملة شملت أحياء الدائرة العاشرة، وذلك بهدف الوقوف على توصيل الكهرباء في بعض المنازل بطرق غير قانونية. عباس بكر مصر. إن حملة قصوي آثار الكوابل الكهربائية التي يقوم بها مسؤولي الشركة الوطنية للكهرباء في جميع أحياء ومربعات العاصمة أنجمينة في زمن الليل والنهار، وذلك لمعرفة مصادر الكهرباء الموصولة إلى المنازل غير المصرحة رسميا. وإن هذا العمل يدخل في صميم أعمال الشركة الوطنية للكهرباء بصورة منتظمة لمحاربة توصيل العشوائي، وبعد تجول في الدائرة العاشرة سيما حي جوجي بارير وورولا وساجيري، حيث وقف عمال الشركة برفقة المدير العام النائبة إلى بعض المنازل التي توجد فيها توصيلات الكهرباء بطريقة غير قانونية. هنا لقينا فروض كتير، ناس عندهم النار. الشيء العجيب عندهم النار وصلوهم من برام بس من غير الشركة. تلقى نادم عنده في بيته دا كونتير، عنده ديجانتير، جبدل هابل هو هيدا وربطه. الشركة ما عندها علم. نحن جينا قطعنا أنتنام كونفوكاشن بالتي هي أحسن عشان يجو في الإدارة عن الزبائن يسبليكي كان هنالا أنتنام كونفوكاشن ما جو وبوران جو ربطون نار قدي دولة برضو أسي جينا قطعنا. كما أن توصيل الكهرباء بهذه الطريقة يعد خطرا لمستخدميها. نازل لسوا فروت دفنوا الكابل بتيت الكابل الدفنوا ده نحن قاعدين نمرقو هم في الليل جو جابوا الناس ما شالوا الكابل لفاتوا ما كان شلتوا الكابل مشيتوا كلها البيت قاعد الناس قاعدين ما نقدر نخلون. في ناس قتناهم في الليل مغازال قاعدين دول هم يمشوا يتفقوا مع الناس اللي في كارتي في الليل كي ينكتوا ينطون الكابل عشان يمشوا يخدموا قاعدين بخدموا في الليل وبهالرايدة يملتوا ويقعدوا عندهم ثلاجة دول يبردوا خمامهم وهم مغازي في كارتي دول يخدموا يبردوا خمامهم في الليل وبهالرايدة ما بخدموا عشان ده حتى في الليل برضو أنا هنا نمشي نفتشوا زي ما شفتوا أول تمس في الليل مشينا في مكان ده لقينا النادم ده عنده مغازة هو كله شالة من النادم هنا كابين ونادم هنا الكابين كله شالة من النادم هنا مغازة آخر وهنا المغازة الآخر كله شالة من بيت. علما بأن الحملة التي يقوم بها مسؤولي الشركة الوطنية للكهرباء ستشمل كافة دوائر العاصمة. ارتفعت هذه الأيام أسعار البنزين والجازولين في محطات الوقود بطرق أو بطريقة مفاجئة، مما دفع قسم التحرير بالتلفزيون الوطني بإرسال فريق للوقوف على زيادة هذه الأسعار ميدانيا، وكان برفقة الفريق الزميل عز الدين الأمين نصر الذي وافانا بالتقرير التالي. وسط حالة من الامتعاض بعد الأنباء الأخيرة عن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بكافة مشتقاته، وجد المواطنون أنفسهم أمام حقيقة تلك الزيادات المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية لأسعار البنزين والغاز، الأمر الذي قد تترتب عليه زيادات متلاحقة في كافة أسعار السلع. وإزاء هذا القرار تباينت ردود أفعال المواطنين، حيث يرى البعض أن الزيادة الجديدة في الوقود ستضاعف عبء المواطن في تحمل نفقات جديدة في ظل الغلاء العام في مقابل تردي الوضع المادي وانخفاض رواتب العمل. حالة من الخوف إزاء هذا القرار انتابت الوسط الشعبية من موجة قلاء مرتقبة بعد رفع أسعار الوقود، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأخرى. سيدا أولا كان يدوري زوري شغلنا يخبروا ناس أننا إننا مشكلة يدوري مزوري تماما نقوم دولا يسوكي كيف يشاوروا نعلم ما شغلك بس جمع زارة شغل وغروس أنا يتو أمال دول كمان نغسو ينغسو غروس ويزوري تماما شغلنا نعلم يسوكي كيف. الحياة صعبة والغالة أنا البضاءة والأمور كلها المواد الغذائية والاستهلاك أنا البترول الإصاص أنا كلها غالية. والمشكلة كان أول مثلا نجيب الإصاص نستورده من برا ده ما مشكلة يمكن أكون يسوده لكن الشغل أنا البلد. أصحاب سيارات الأجرة لفتوا إلى أنه في حال استمرار هذا القرار سيضطرون لرفع سعر الأجرة لمواكبة ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما سينعكس بالسلب على دخلهم اليومي. مشكلة أنا إصاص بيجي خالد يعني كان نواجه صعوبات كتير مع الزبائن ذاتها يعني قاعدين نواجه صعوبات لكن كري أنا إصاص ده ما ينفع مرة إصاص ده كاب ذاتها قاعدين يقولوا فلوس ما في ينقصوا لنا الثمن ده عنينا كل إصاص بيجي لنا قاسي دايرين يزودوا الثمن ده.
هذا القرار الذي تقول الحكومة إنه تقشفي لمجابهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد يعد الثانية من نوعه بعد أن اتخذت قرارا مماثلا في العام 2016 أفضى إلى زيادات طفيفة في أسعار الوقود. إذا تتاب الشارعة بعد قرار الحكومة المفاجئ رفع أسعار الوقود ورفع الدعم عن الغاز، لقد ترجح فرضية المواطن في أن الحكومة ستمضي باتخاذ قرارات مماثلة تقضي برفع الدعم عن السلع الأخرى وفق برنامج وضعته للإصلاح الاقتصادي. لكن اللافت هذه المرة هو ارتفاع سعر أنبوبة الغاز من 600 ريال إلى 800 ريال فرنك سيفا، ما شكل الهاجس الأكبر لدى المواطنين وأدخلهم في دوامة التفكير عن كيفية التعايش مع الوضع المفروض. كل تلك الزيادات والقراءات المتداولة بهذا الشأن يتم تداولها على المستوى الشعبي فقط. الحكومة من طرفها لم تعلن أي بيان رسمي تؤكد فيه أو تنفي صحة تلك الزيادات. في انتظار بيان رسمي ستقدمه الشركة الوطنية للمحروقات في الساعة أو الأيام القليلة المقبلة لتدحض أو تؤكد فيه صحة ما يتداول. إليكم هذا البلاغ. يخطر الأمين العام النائب للجمعية الوطنية جميع عمال البرلمان لحضور اللقاء يوم غد الثلاثاء 9 يناير 2018 في تمام الساعة 9 صباحا بالقاعة الكبرى بقصر الديمقراطية، وذلك لاختيار ممثليهم في مجلس التوجيه ولجنة إدارة المساعدة المتبادلة للجمعية الوطنية. التوقيع الأمين العام النائب للجمعية الوطنية جيد الله محمد. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة.